هي صحيح العقبة الرئيسية راح تكون اللي هي حبهم للسيادة، يعني كل اللي فصيل راح يقول لك أنا بطالب إن تكون هي تحت ولايتي وتحت أمرتي، ولا هو المفروض إنهم يجتمعوا ويصيروا كلهم إيد واحدة حتى يردوا على العدو الغاشم. جزء كبير من الفصائل الفلسطينية هي واضحة، لكن من لهم علاقة بأوسلو ومن لهم علاقة بالتطبيع ومن لهم علاقة بالتنسيق الأمني أكيد ما لهم مصلحة أن تكون البوصلة واضحة وأن يكون بوصلتنا الوطن والتحرير. خلاف سياسي، ومش يعني المحاربة مش على قضية، المحاربة كل يبحث عن كرسي خاص به، هاي العقبة الأساسية. يعني الفصيل هذا بده كرسي والفصيل هذا بده كرسي، 50 سنة مش عارفين نجمع حالنا ونعملوا فصيل واحد على سبيل المثال. حركة حماس يبدو لي يعني أنه لها وجهة نظر في موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي، وحركة فتح لها وجهة نظر في التعامل مع المعطيات الدولية في موضوع السلام في المنطقة، وبالتالي يعني خلينا نسميه إذا كان هناك في مصالحة الوطن العربي والشعب العربي كله بما فيهم الشعب الأردني قيادة وحكومة وشعبا مع المصالحة الوطنية الفلسطينية في تقوية الموقف الفلسطيني.